عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وقال لك محمد إيش قدم؟ اللي بده يعرف محمد، فلسفة محمد، روح محمد، وعمق محمد، يتواضع شوي ويتعلم من محمد، مش عمل حاله أستاذ. قال محمد وش عمل محمد؟ شوف محمد عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر. لا يقابل السراء بالفرح إيه؟ البطر الأشر شرحان المرة هذيك، والكبر والتيه والعنجهية على الناس وإظهار التميز، لا لا أبداً أبداً أبداً. الشكر من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. سليمان قال، سليمان ملك إنس وجن وطير كله، واضع عبد شكور، لئن شكرتم لأزيدنكم. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء في نفس، في مال، في ولد، في أي شيء، في مشروع، في غطة، في صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا المؤمن.